المفروض ان اللي بيقرر يتمرد على المواصلات العامه ويحل الكيس ويركب تاكسي ده بيكون حد عاوز يريح نفسه يشتري دماغه، ان شاء الله ما حد حوش بقى، مظبوط؟ يعني هصرف فلوس عشان استريح، مش كده؟ اللي بيحصل في الغالب يا معلم بيكون عكس ده تماما. ازاي؟ انت لو استجمعت شجاعتك وقررت توقف تاكسي، كويس؟ قررت ليه بقى ان شاء الله؟ مين حضرتك؟ ها؟ مين انت عايز تاكسي تلاقي تاكسي بالسهوله دي؟ لا طبعا، انت قررت مع نفسك، ده قرار، ما ده في ناس بتتدخل في الامور دي، في حاجات اكبر مننا بتسيطر على الحاجات دي، كل شيء باوان والصبر طيب، اتقل كده، اقف بقى ساعة الا ربع على صلاح سالم واستنى تاكسي يعدي او يهدي لما يعدي، مش بمزاجك خالص. عدى التاكسي، ناخد نفس عميق، خطوة لقدام، ها؟ نقف وضع كده استعداد، وهترمي اسم المكان اللي انت عايز تروحه في لحظة ما صوتك في ودن يعني في الوقت ده معدي التاكسي كده وودن السواق قدام بقك، هتقوم رامي الكلمة على طول، ثانية قبل ثانية بعد، خلاص لبست كده مفيش. لو اسم المكان اللي هتروحه طويل تختصره، لازم اختصار ذكي بحيث تدوس على الحروف المهمة اللي توصل المعنى عشان ننجز في جزء من الثانية. ازاي؟ يعني مثلا لو رايح مصر الجديدة، لو قلتها زي ما هي كده خلاص تبقى انسى، مفيش تاكسي انسى، هتقف في الشارع طول عمرك. مصر الجديدة، لا خلاص هو دلوقتي في الدقي، انسى. هنعمل ايه؟ هنقول الجديدة بس هنحط قبلها الصاد بتاعت مصر دي، يعني صاد جديدة، خدت بالك؟ تقوم ساحب الصاد وفهم الراجل، تمام اوكي، دي نقطة مهمة جدا. بس دي عايزة تدريب لغوي يعني، مهارات بدنية. لا بص اديك مثال تاني، انت من 7-8 امثلة كده هتعرف كل المناطق اللي في مصر، اللي هي الحاجات، في حاجات طويلة وفي حاجات عادية. عندك مثلا ايه مثال تاني؟ لو رايح ارض اللواء برضه هتقول ارض لا مفيش، ده زمان هو دفعته بقت لواء، اختصر. فبتاخد الضاد بس بتاعت اللواء بتاعت الارض، ها؟ دلوة، ها؟ خدت بالك؟ نجرب كده مع بعض، اسحب كده الضاد ودلوة، ايوه بالظبط. تاكسي وقف، تاكسي بقى دايما يعلمك انك تبص لبعيد. هو بعد ما بيقلبها في دماغه كده، يعني مصر الجديده وهسلم ورديه، اعدي على الواد حوكه على القهوه وحون شيء حلو، يقوم واقف لك. بيكون واقف فين؟ واقف بعيد بقى، فانت تبص لبعيد. طبعا يجري بقى بسرعه قبل ما اغير رايه واركب. ركبت، الحمد لله على السلامه. بص بقى يا معلم، البروجرام جوه التاكسي كالاتي: معانا اولا توك شو، كلام عن احوال البلد، تحليل الموقف السياسي الراهن، ومحاوله استدراجك لمناظره سياسيه عباسيه ساخنه، اي حاجه، عايز اعرف انت ايه، عايز اصنفك باي شكل. فتلاقيه عمال يجرب كده، يروح ويجي، فاهم؟ اللي هو مثلا يبتدي يقول لك يعني استغفر الله العظيم يعني اللي بيحصل ده، فيشوفك انت مش نافع، يقوم قايل لك يعني الناس دي عايزه ايه، مالهم، ما احنا زي الفل، برضو مش جاي معاه. انا اقول لك بقى نصيحتي في الحته دي، اي حاجه يقولها لك سواق التاكسي في المنطقه دي يمين شمال، هتقول جمله واحده بس: ربنا يصلح الحال. بس هم من 3 كلمات، ما تكترش. ربنا يصلح الحال، ربنا يصلح الحال، قال لك يرضيك كده يا باشمهندس اللي احنا، ربنا يصلح الحال كده، بيتزنق وبيغير الموضوع. كانوا بيستدرجوني الحقيقه، بيسحبوك طبعا. ما عايز يكشفك، عايز يفهم. ربنا يصلح الحال دي مظبوطه، ما يتخلص على طول. انت طول الطريق يقول لك اي حاجه، ربنا ان شاء الله، رب يقول لك تشرب حاجه ان شاء الله، ربنا يصلح الحال. في معانا في البروجرام كمان حاله فقدان الهويه، ده منتشر جدا ومعروف، بيتعرف من اول لحظه. تلاقي كلام السواق ابتدى بايه؟ على فكره انا اصلا مش سواق تاكسي. يبدا الهري بقى بعدها، ساعات بيبقى لسه راجع من امريكا من اسبوع، كان شغال في ناسا، او هو دلوقتي نازل في مهمه سريه، اي حاجه، المهم ان هو مش سواق تاكسي. النوع ده بيبقى محتاج احتواء، يعني اديله ثقه في نفسه، حسسه انك سعيد معاه زي ما هو، بغض النظر عن اي تفاصيل، وان ماضيه ما يفرقش معاك في حاجه، ولا جذوره التاريخيه هتاثر على رحلتكم وعلى علاقتكم، احتويه، فاهم؟ طبطب عليه كده، انا بحبك زي ما انت، انت ليه عايز تفهمني حاجه تانية؟ انت جميل. وطبعا اوعى تقترح طريقه على السواق، اوعى، هيقعد يسالك وبتاع ومش عارف ايه، ترد السؤال بسؤال، خليه هو اللي يختار، لانك لو قلت اي اقتراح وطلع الطريق فيه زلط مثلا على الارض، هينقرزك بالكلام طول الطريق. فما كنا خدنا الكوبري يا باشمهندس، يلا كان لازم تمشينا بالطريق اللي فيه مطبات هوائيه ده والشقلبه اللي احنا فيها، هتحزن على ايه؟ سيبه هو يعمل البتاع واقعد انت نقرزه لو حبيت، لو انت فاضي يعني. طبعا انت هتفكر تركب اي مواصله تانية غير التاكسي، غلطان، لان مشاكل التاكسي على قد حجمه. بص، في المواصلات عندنا في قاعده، كل ما المواصله كبرت مشاكلها كبرت معاها. يعني مثلا الميكروباص، انت مش هتعرف تقعد قدام ابدا الا لو معاك كارت من شخصيه مرموقه مثلا، لو قعدت في اي مكان مش هتتبسط. ونصيحه مني، لو عايز ما تتعبش في الميكروباص، اقعد على الكنبه المقدسه. الكنبة المقدسة دي اللي هي الكنبة الأخيرة، وانت قاعد على الكنبة دي انت ملك، ما بتلمش أجرة، ما بتنزلش عشان تنزل حد، وأيا كان اللي هتقوله الناس هتاخد بيه. ليه؟ لأن هما مش شايفينك، صوتك جاي من آخر الدنيا كده، عارف؟ يا شوس اللي صوته عامل كده ده بيبقى بيتكلم صح غالبا. انما بقى لو لا قدر الله كانت الكنبه الاخيره مليانه، يبقى انت كده في خطر، خاصه لو قدام او على الكرسي القلاب. حتى شوف اسمه قلاب، يعني ملوش امان، في ثانيه يغدر بيك. المترو مثلا، لانه اكبر مواصله موجوده دلوقتي، يعتبر ده مرحله الوحش، مليان اكشن بقى من اول السلم، شراء التذاكر، انت لو بتاخد التذكره ببلاش مش هتلاقي الناس بتموت نفسها على الشباك بالشكل ده. السسبنس اللي عند المكنه اللي بندخل فيها التذكره عشان نعدي، دايما بيبقى فيه 6 ماكينات
واحدة بس اللي شغالة. تقريبا بيعملوا مسابقات اللي يروح على المكنة السليمة من أول مرة يكسب عجلة. فالهروب من التاكسي مش حل. طبعا التاكسي دلوقتي ظهر له عدو، أوبر. كل ما بتيجي سيرة الأوبر تلاقي سواق التاكسي ابتدى يقول كلام مش مفهوم، صلى على سيدنا على حاجات مش مفهومة بس بيضايقهم، عدو كده. أنا بحس إن الفرق بين أوبر والتاكسي العادي عامل زي الفرق بين الراجل قبل الجواز وبعد الجواز. أوبر بقى بيبقى عامل إيه؟ زي الواد الشيك مرحلة الخطوبة، لبس جديد مكوي، ستايل آخر موديل، سنجة 10، برفان فواح، صبت زي أوبر، عربية فولة آخر موديل فيها فواحة بينك. ما يسألش رايحة فين، أنا معاك يا روحي، أنت تأمريني، تكلميه أي وقت يجي لغاية عندك كده. التاكسي العادي بقى عامل زي الراجل بعد الجواز، خلاص سقف الثقة بين الطرفين ارتفع، ضمن الست، عارف كويس إنها ما تستغناش عنه، أو لا، ومتأكد من جواه إنها بتحبه ومحتاجة له لأسباب تانية كتير خالص غير الشكل والريحة ليه بقى لابس لبس مكرمش، موديلات عجيبة، شبشب بصباع، ولا فواح قصدي يعني، ولا برفان ولا كلونيا ولا الكلام الفارغ ده كله. خلاص خلاص العلاقة بقت متينة وعميقة، مش محتاجة الشكليات دي. لكن في سواقين تاكسي زي العسل. عموما انا دايما بنزل من التاكسي والسواق صاحبي بجد والله. انا في بيتي عامل زي التاكسي الابيض من الاخر، يعني مش اوبر خالص. مراته هي نازله من البيت تطلب فلوس، بقول لها والله ابلة يعني البنزين غلي والعداد بايظ زي ما حضرتك شايفه كده، انا اصلا ده مش بيتي يعني، انا شغال عليه بعد الظهر، اهم حاجه بس وانت نازله بالله يعني بالراحه على الباب كده وانت بتقفليه، وربنا ييسر لك طريقك يا مدام. شفت نفع التاكسي اهو، ولا انت ايه رايك؟ والله ربنا يصلح الحال ده، فهم.